صباح الخير عليكم الأولاد ودوا البوب بينا يا صحيبي، وإن شاء الله تكونوا بخير. ادخلوا في الموضوع مباشرة مش ما نطولوش. تحياتي للجميع وبقوا على خير. السلام عليكم. المهم كاين بزاف شباب سقسوني كيفاش تولي البلاد وانت حراك، يعني كش واحد جا البلاد لهنا لفرنسا جا حارق ولا جاب الفيزا وحرق الفيزا وقعد 6 شهور ولا عام وكره حب يولي البلاد، كره خلاص يبو مقدرش يعيش ما لقاش حاكم ما حبي يولي البلاد. اي حاجه سهله ماهيش واعره. شوف الا كان عندك باسبور تشري البي تاعك وتروح لايروبور تركب ديريكت، ما كاش كاع مشكل. يحبسوك الشرطه الفرنسيه في لايروبور، يديروا معاك تحقيقات تاع 10 دقائق ولا نص ساعه ويركبوك في الطياره ويخليوك تروح، ما كاش مشكل. يسقسوك علاش راك حاب رايح، راك حاب تروح من فرنسا، يبصموك يشوفوك بالك راك روشيرشي بالك شمادة كشعف صارك خارج حاجة خفيفة. وكي تلحق للجزائر كيف كيف في الشرطة تاع الجزائر تحكمك تحقيقات خفيفة تاع نص ساعة ولا ويطلقوك تروح. هذا حاجة الأولى. إذا ما عندكش الباسبور قولوا ما عندكش باسبور راح لك، عندك فوتو كوبي ولا عندك كارد ايدونتيتي تاع البلاد ولا كش عفسان في بلاصة الباسبور بيرمي تاع الجزائر ولا يبعثوها لك من البلاد. تروح القنصلية تقول لهم أنا نحب نولي البلاد كرهت أني حراك أنا نحب نولي البلاد، يعطيو لك لي سي باسي واحد الورقة تهبط بيها عادي في بلادي تروح كيف كيف كيما اللي عنده باسبور، تركب في الطيارة وتروح لي سي باس يسموها هكذا. ولكن انا حبيت ننصح الخاوة، كاين اللي ما عندوش دراهم باش يولي نورمال ما فيها والو، كاين اللي عايش في فرنسا خلاص ما عندوش دراهم حب يولي البلاد زعما باش ما يشريش البي من جيبو هذيك 250 ولا 300 اورو تاع البي باش ما يشريهاش. كاين هذه لوفي جوز على لوفي هايلي، اكتبوا هذه لوفي في جوجل او اف اي اي لوفي تلقاو معلومات. ولا بلا ما تروحوا لوفي يا سيدي اكتبوا ديريكت هذه دوموند داد او روتور هايلي دوموند داد دو روتور، تكتبوا هذه في جوجل تخرج لكم هذا المعلومات تاع دوموند داد دو روتور، يعني يعاونوك باش تولي لبلادك. هذا لوفي هذا تلقى هذا الفورميلار تمبريمي هذا الفورميلار، ولوفي هذا موجود في كل الولايات الفرنسيه كان في باريس في وين تروح تلقاهم لوفي امبريمي هذه الورقه مكتوب فيها اسمك لقبك تكتب معلومات الشخصيه تاعك اسكو عندك باسبور اسكو ما عندكش مزوج ماشي مزوج ومنا كيما نقول حنا دير دوموند دوموند باش يعاودوا يرحلوك لبلادك. وممكن تفاصو حنا الجزائريين ماشي داخلين فيها ممكن يعطيو لك مصيريفه، حكيت لكم عليها هذه واحد الوقت لي زونسيان مازالكو شايفين حكيت لكم عليها باللي حنا الجزائريين ماشي داخلين فيها، يعني كش واحد مغربي ولا افريقي مالي نيجر تشاد ليبي سودان حاب يولي بلادو فرنسا تدعمو تعطي له 1500 اورو باش يدير بروجي في بلادو، ولكن الجزائريين ماشي داخلين فيها هذه داخلين فيها غير الدول الضعيفه اقتصاديا والدول الفقيره. حنايا دير الدومون تاعك هذا الدومون ادو روتور قول لهم انايا ما عنديش دراهم باش نشري البي حاب نولي لبلادي ما عنديش دراهم، قول لهم دير الدومون تاعك وتروح لعندهم لوفي كي تحوس على لوفي وين جايين ثم وديرها في برية وتبعثها لهم لادريس تاعهم لوفي وتكتب النيميرو تاع التليفون تاعك ومن بعدهم واحد السمانه ولا 15 يوم يعيطوا لك يقول لك واش تسحق تقول بلي فوالا انا جزائري نحب نولي بلادي ما عنديش دراهم باش نشري البي تاع الطياره، يقدروا هما يشريو لك البي تاع الطياره يشروه لك ويقول لك جيب لنا باسبور وكش عفسه فيها اسمك تروح لعندهم يعطيو لك البي تاع الطياره وما يشريه لك. وبيتاتر كيما قاعد سمعت عليه وات بيتاتر يعطيو لك تشيبا باش تتفد بها روحك في الجزائر نهار الاول كي توصل يعطيو لك 150 ولا 200 اورو بيتاتر ماشي سور مي انت دير دوموند وكيعيطوا لك في التليفون قول لهم انا هنا ما عنديش دراهم راني حاب نهبط لبلادي ندير كاش بروجي اسكو تقدروا تعاونوني تشوفوا البي تاع الطياره وتزيدوني مصاريفها من فوق باش نرفد روحي الشهر الاول في البلاد باسكو ما عندي حتى دورو ما عندي حتى واحد في البلاد اللي يرفدني ومنه اشتكي لهم يعيطوا لك وبيتاتر فيها خير. هذا يتعقب على لوفي هايليك دوموند ادو روتور دادو روتور الفورميلا ماهيش تبان مليح مي هايليك تكتب اسمك الايميل تاعك لادريس تاعك انا في فرنسا النيميرو تاع التليفون باسكو كي امبريمي تاع ما خرجتش مليح شوفو ماهيش تبان الكتابة. هذه هي يعني اللي يحب يولي يفجوز على لوفي بالك يعطيولو تشيبا بالك ما يعطيولوش هو وزهر الى عطاو الله ما بالك لو ما عطاولوش يشيل بيه تاع الطياره ويولي للجزائر ويعقب على الكونسوليا. وتحياتي للجميع وهذه معلومه خفيفه وبقاو على خير نشوفوكم ان شاء الله. السلام عليكم.